بمرورا او بالكلام عن الفلوس وعن المواقف في 2013 بقى ودورة العاب البحر المتوسط، ايوه كان ليك موقف يعني عرفته كده مؤخرا منك انت ايوه تحديدا في النهائي، فاحكي لنا ايه اللي حصل مع اللاعب الصيني واحمد صلاح. احنا كنا بنلعب دورة الألعاب البحر المتوسط، ومصر كانت، احنا كنا آخر لعبة خالص. مصر كانت متعادلة في حصاد الميداليات مع أسبانيا، وتنس طاولة آخر لعبة. تركيا بالنسبة لها كانت الذهب في معظم، طالما هي مستضيفة البطولة كانوا عايزين يحصدوا كل الذهب تقريبا. في تنس الطاولة جنسوا 2 من أفضل اللعيبة تقريبا في منتخب الصين، وجنسيهم فقط عشان يحصدوا ذهب وفضة في البطولة دي. وقع حظي بقى أنا مع اللاعب رقم 1 في المجموعة. بوب. فطبعا كان يعني الماتش وان سايد جيم خالص لي، كسبني بسهولة شديدة جدا 4-0. كان نفسي أدخل معاه تاني عشان ألعب كوارتر فاينل، عشان ألعب على دور الأربعة. الحمد لله ربنا وفق وكسبت ووصلت رقم 2، وتلف بقى تاني الدايرة ان احنا نيجي هنلاعب بعض تاني في النهائي بعد رحلة طويلة. ان انا خلاص يا اما هلعب على ذهب وفضة، وفضة بالنسبة لي كانت حلم يعني، او برونز حتى كانت حلم، ما كنتش مصنف خالص. فراح اللاعب اللي هو لسه كسباني في المجموعة من قبلها بيومين، راح عرض عرض، طبعا هو عرض غير اخلاقي يعني، بس واحد بيقولها عن طريق الضحك يعني. راح مع لاعب منتخب مصر والنادي الزمالك احمد صالح، قال له هو ممكن عمر يفوت الماتش وانا اعوضه يعني ماديا، ادي له جزء من المكافاه الماليه بتاعتي. طبعا احمد صالح انا وهو نعرف بعض، هو طبعا ما جاش قال لي اصلا على الموضوع يعني، وساب ننزل الماتش كده. المكافاه كانت كام يعني؟ هو كان بيتكلم في حوالي 7 8 10000 يورو. ف نزلت الماتش وحسيت فيه ارتباك شديد من اللعيب الصيني اللي هو لسه كسباني، هو افضل لاعب باي فار عن اي حد تاني في فاكرك البطوله. فاكرك وفيت بقى خلاص على العرض. هو انا مش عارف هو افتكر ايه، بس هو الظاهر ان هو كان عنده ارتباك شديد قوي، لدرجه ان الحمد لله كسبت 4-0. انا اديت بشكل كويس، بس مش الشكل برضه ان انا ممكن اكسب 4-0 يعني. بس الحمد لله كسبت 4-0، وبعد كده خدت ذهب الحمد لله. وفين وفين بقى بعدها مثلا بيوم ولا بيومين لقيت احمد صالح بيقول لي يا عمر ده حصل كذا كذا. فقلت له احمد لا طبعا، بس هي مدينة الذهب ما بتسويش اي فلوس طبعا يعني، ايا كان وتمثيل البلد اكيد، ودي حقيقة. انت ترفع علم بلدك، وانك انت تفضل دايما يعني. انا حتى لما ان شاء الله يعني لاولادي، حتى ابني مثلا نوح او كده، هقول له ان شاء الله لما يجي اقول له ان انا في مره، في يوم كان مصر واسبانيا متعادله مع بعض في الميداليات، والحمد لله مصر خلصت حصاد البطوله رقم 3 واسبانيا 4، فبالنسبه لي ده شرف كبير يعني، دي حاجه كبيره. ما تقليش المبلغ المادي اللي هو كان هيديهوني كان هيحقق لي يعني الافتخار ده قدام ابنك، الافتخار ده ما تقليش. طبعا طبعا.